هو عامل ممكن يكون مساعد لنعطي بعض المعلومات، لكن منه أكيد مش عامل بالاكتشاف الفعلي للمرض في الإنسان. اليوم النتائج أو التجارب مع فيروس كورونا بيّنت أنه ممكن على الإنسان بس يعرف أنه ممكن يأتي رائحة معينة بالمعينة علمياً صحيحة، هي بترمز أنه مثل رائحة الشخص بس يكون عنده جريب، يكون العرق اللي بيطلع عنده فيه أملاح كثيرة زايدة عن اللزوم، هي بتعطي شوي رائحة مؤكسدة. فهون الكلب بتمرن على هيدي الرائحة وبيقدر يعطي نظرة أنه أوكي هيدا عنده فيروس كورونا، بس هيدا العامل مش من المراحل الأولى للفيروس. سلبيات أنه ما في يكتشف دغري الكلب، بيقعد قد ما نحن ندربه على بعض الأمور، ممكن هو بيطبق بحواسه الحاسة الرابعة اللي عنده، بيطبق موضوع الاستنتاج اللي نحن علمناه عليه. أما هيدا الفيروس، النظرية الثانية بتقول حتى الفيروس هو يتعدل في جسم الإنسان، لذلك الروائح اللي بتصدر من العرق أو من الترانسبيريشن التنفس أو من رائحة اللسان حتى هيدا عم تتعدل، فالكلب ما بيعود يقدر يميزها.